يا جماعة الحقوا هالبضاعة كلها كم عليها؟ 60% فقط في فرع مدينة سندان الصناعية. شوفوا الإعلان كلها الكترونيات الحين جالس تجهزن 60%. معدات بناء ملتو باور، السعر أقل عن سعر الوكيل. أحمد عطني مثال واحد، مثال بس. هذه ماكينة رش الصبغ 7 ريال 200. 7 ريال 200 بيسة من أصل 18 ريال. وشيك في الوكيل كم سعره؟ ماكينة قص الخشب 22 ريال. من أصل كم؟ 55 ريال. نعم حرق أسعار والتوصيل مجاني لكل عمان. قبل لا أصور كل شيء أول شيء أقولكم موقعهم وفوين في سندان، بعدها أصدمكم. موقع أبراج مسقط العالمية للإلكترونيات في مدينة سندان، هذا العروض فقط في فرع مدينة سندان الصناعية. أنتوا داخلين مدينة سندان يجيكم بنك مسقط كمل سيدة، تحصلوه هني على اليمين. ما نقدر نصور كل حاجة، شوفوها هذه المعدة الكهربائية مال القص، الماكينة ذي، هالمكاين كلهن يقول لكم احمد 60%، واذا حصلتوا برا اقل نعطيك اقل، وجيبوا كوتيشن اي شيء من الالكترونيات نعطيكم اقل. نتحدى كل الشركات في عمان، احنا اقل سعر في عمان. 3 غسالات عليهن 60%، 12 كيلو 64 ريال صارت، 14 كيلو صارت ب 74 ريال، وال 20 كيلو اصبحت ب 90 ريال، وكلهن عليهم ضمان 5 سنوات، وعندك الاوتوماتيك. الصدمه هنا الاوتوماتيك. اوتوماتيك 20 كيلو من اصل 315 صارت 126 ريال، هذا اقل سعر، اذا حصلته في عمان اقل نعطيكم اقل. ضمان كم؟ 5 سنوات. التوصيل مجاني. شو هالصندوق بطل، خلنا نشوف 60% عليه. ماكينة اللحام للحديد. نعم 60%. 20 ريال من اصل 50 وتوصيل مجاني. شوفوا ها المعدات 60%. شوفوا هذه 60%. ماكينة البلاور هذه اللي تهف من 20 صارت بكم؟ 8 ريال والتوصيل مجاني. ماكينة الهواء اللي تعبي بيها التواير للسيارات، تركبها في البطارية ولا تركبها داخل السيارة، قولوا بكم صارت؟ من اصل 20 بكم؟ 8 ريال سعر محروق. 8 ريالات؟ انا اول واحد بشيل وحدة حقي. روح شيك في الوكيل. شيل عمي. الدريل مع معداته بكم؟ 12 ريال من اصل كم؟ من اصل 30. احمد سوى درب حق الزحمة بكرة، سوى درب. بكرة اللي ما يلحق ما بيحصل العرض. هذا وش؟ وهذه الاسعار ما راح تتكرر مرة ثانية، هذه فقط مرة واحدة. مكينة الكهرباء تعبى فيها بترول 60% عليها، من الحجم الصغير وإلى أكبر حجم. الدرين الكبير عليه 60%. كل هالبضاعة كلها أول ما تدخلوا في مدينة سندان 60%. تعال على المكيفات دخل الحر والدورة على المكيفات مع التركيب والتوصيل مجانا. اسمع هنا الصدمة، مكيف سوبرا طن ونص بكم؟ 125 و400 بيسة. الطنين 165 ريال، واقل سعر في السلطنه. اقل السعر في السلطنه، اللي يحصل اقل يجيب كوتيشن نعطيه اقل. احمد شكلك ناوي نيه اني اراعي الناس كلها حتى لفاد الكميه دي. ايه طباخه البلتن سناوة بكم؟ 44 ريال من اصل 110. البلتن الزوجور بكم؟ ب 44 ريال والسعر ما يتكرر. من اصل 110، الحق ما تلحق. هالفرن مستحيل تكرر سعره معاهم. ماركة سناوة ايطالي فول سيفتي من اصل 240، انت قول السعر. 96 ريال وهذا السعر ما يتكرر، شيكوا في الوكيل كم سعره. التوصيل مجاني. كميات من الكوايات جايب لكم، هذه الكواية البخارية الكبيرة الاكثر مبيعا 60%، من اصل 68 صارت 27 ريال 200 بيسة، والتوصيل مجاني وضمان 5 سنوات. وتحدى اي شركة في عمان تعطي ضمان 5 سنوات. ركزوا في الشاشات 60% وضمان 5 سنوات، 55 بوصة. اتفنن معاكم من 335 134 ريال وشيل. كيو اللي دي افضل مواصفات شاشات في عمان جنرال اماي. 65 بوصة من اصل 425 صارت كم؟ 170 ريال ضمان 5 سنوات. كيو اللي دي جميع المواصفات، مواصفات ال جي واي بوس، من افضل المواصفات اللي موجودة. ويجيك معه ريموتين ماوس والعادي. الالكترونيات اللي صورناها اول شيء موجودة في سندان فقط، اما باقي الالكترونيات كلها عليها حرق اسعار في كل افرع ابراج مسقط. وشعار ابراج مسقط، اذا جبت كوتيشن، يعني كوتيشن جبت فاتوره، شريت مكيفات، شريت ثلاجات، اي شيء من برا، ويقولكم بيعطيكم اقل سعر. مراعاه للكل، اتحدى الشركات في تنزيل الاسعار. طرشوا هالاعلان كل بيت وشيلوا.